إلى اليمن الآن، حيث أعلنت مصادر قبلية مقتل 11 مسلحا حوثيا على الأقل في اشتباكات مع القوات الموالية للرئيس اليمني عبد رب منصور هادي في منطقة بيحان في محافظة شبوة شرقي البلاد. وقالت المصادر إن معارك عنيفة تدور في المنطقة بين مقاتلي قبائل بيحان والمسلحين الحوثيين الذين تدعمهم قوات الحرس الجمهوري الموالي للرئيس السابق. واندلعت الاشتباكات إثر محاولة الحوثيين وحلفائهم السيطرة على المنطقة بعد أن وصلتهم تعزيزات عسكرية قادمة من محافظة البيضاء. ينضم إلينا عبر الهاتف من عدن مراسلنا نبيل اليوسفي. نبيل، حدثنا عن المعارك في شبوة وعن ميزان القوى في هذه المحافظة. نعم، المعارك لا زالت حتى الآن وهي تدخل يومها السادس. المعارك بين قبيلة آل علي في منطقة تسمى وادي نحر في مدينة بيحان التابعة على محافظة شبوة وهي على الحدود مع محافظة البيضاء. القتلى حتى الآن من الحوثيين 11 حوثيا بينهم أحد القيادات بالإضافة إلى 3 من قبائل العريف أو من المقاومة. هناك الآن هناك تعزيزات كبيرة وصلت للحوثيين. الحوثيين يريدون أن يقوم ذلك الطريق في قبيلة العريف هي طريق الإمدادات التي تصل من مدينة بيحان في محافظة شبوة إلى محافظة البيضاء من قبل الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح. الآن الاشتباكات لا زالت تراشدها، شهود عيان يؤكدون بأن هناك تعزيزات كذلك وصلت إلى هذه القبيلة من اتجاه منطقة العبر، هناك المئات وكذلك عتاد وصل إلى تعزيز هذه القبيلة في تلك المناطق والاشتباكات لا زالت على أشدها. في وقت تدخلت وساطة قبلية من أجل احتواء الموقف ما بين الحوثيين وكذلك ما بين قرية آل عريف في مدينة بيحان، لكن هذه الوساطة فشلت والاشتباكات لا زالت حتى الآن. شكرا لك من عدن مراسلنا نبيل اليوسفي.